السلام عليكم ومرحبا بكم على وصفات فلور دو بان. ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. احبابتي جيتكم اليوم بوصفتين. الوصفه الاولى راح تكون غراتان بالخضر بدون لحوم، لا لحم مفروم ولا دجاج، وراح نزيد نشارك معكم وصفه نتاع كيك بكريمه البرتقال حتى هو يجي خفيف ظريف. فان شاء الله بدون اطاله نمر مباشره ونشوفوا المقادير وطريقه تحضير الوصفات نتاعنا تاع نهار. مرحبا بكم مجددا احبابتي. راح نبدا في طريقه تحضير الكغات اللي قلت لكم عليه. انا هنا عندي حبه نتاع بصل قطعتها دقيق كما راه موضح في الفيديو. هنا الحبه البصل اللي عندي متوسطه، وعندي ربع فصوص ثوم حتى هو فرمته، وهنا عندي كميه نتاع شامبينيون. هنا عندي شامبينيون طازج، تقدروا ديروا المعلب المتوفر عندكم. الكميه هنايا عندي تقريبا 200 غرام نتاع شامبينيون. الكميه اللي راني نحضرها امامكم تكفي من 4 حتى 6 اشخاص، وانتم حضروا الكميه اللي تكفيكم. وراح نزيد نضيف زوج مغارف كبار نتاع زيت نباتي، ونبقى نقلي المكونات اللي عندي حتى تدبل. فالحباباتي غير يبدا يدبل البصل والشامبينيون اللي عندي، راح نتبلهم بالملح فلفل اسود وملعقه صغيره نتاع بابريكا. فانا حبيباتي كما شفتوا بعد ما تخلي الطياب في الشامبينيون اللي عندي كما شفتوا ما يشدش وقت كبير، راح نضيف عليه كميه نتاع السلق. هنا كميه السلق عندي زوج ربطات صغار كنت غسلتهم وقطعتهم بهذا الشكل. نتوما الا كانت عندكم الربطه كبيره ديروا غير ربطه واحده تكفيكم. ونبقى نحرك حتى يدبل لي السلق اللي عندي. فانا حبيباتي كما راكم تشوفوا السلق تاعي دبال، انا هنا راح نبقى نواصل نحرك المكونات حتى ينشف لي كاع الماء اللي طلقه لي السلق والبصل. وفي الاخير راح نضيف قد ملعقه كبيره نتاع جبن كريمي او الجبن المتوفر عندكم، ونبقى نحرك بهذا الشكل حتى يدوب لي ويتخلط لي مليح مع المكونات اللي عندي، والحشو نتاعي يكون جاهز كما شفتوا، حاجه خفيفه ظريفه ولكن البنة صدقوني راح تكون من أروع ما يكون. إذا حبيباتي كما شفتوا بعد ما حضرت أمامكم الحشو، هنا عندي كمية تاع باذنجان زوج حبات كبار، أنا عندي الحبة كبيرة، ثم ديروا الحجم اللي متوفر عندكم. كنت غسلته وقطعته بهذا الشكل، راح ندهنه بشوية تاع زيت زيتون ونرشه بشوية ملح وندخله في الفرن ينشوالي. هنايا انا فضلت الباذنجان نشويه في الفرن، تقدروا تقلوه نتوما واش تفضلوا. هنا من الاحسن تشوه في الفرن باش يجيكم ناشف وما يجيكمش مزيت بزاف، والكراتان نتاعكم يجيكم تقيل. اذا حبيباتي ولا الباذنجان تاعي بعد ما شويته شوفوا كيفاش يجي ناشف. وهنا عندي زوج حبات صغار نتاع بطاطا كنت قطعتهم مكعبات صغار وقليتهم بهذا الشكل. فانا هنا راح نفرش الباذنجان تاعي في الصحن اللي ندخله في الفرن. اذا حبيباتي كما شفتوا راني غطيت الصحن تاعي بكاع الكميه الباذنجان اللي عندي، وهنا راح نبقى نضيف المكونات اللي وريتها لكم. هنا عندي الحشو اللي حضرته امامكم، راح ندير غير نصف الكميه نتاعه، وراح نزيد البطاطا المقليه كما قلت لكم غير زوج حبات صغار ما نحتاجوش بزاف. ونضيف هنا عندي صلصه تاع طماطم البيتزا جاهزه، ما نحتاجوش كميه كبيره، تقدروا ما ديروهاش. راح نغطي بها البطاطا اللي عندي ونزيد الرش شويه نتاع جبن مبشور بهذا الشكل، وفي الاخير نضيف كميه الحشو اللي بقات لي نتاع الشامبينيون. كما شفتوا غراتان خفيف ظريف بلا ما نحتاجوا فيه اللحم ولا حتى الدجاج،
وراح نغطي الحشو نتاعي بهذا الشكل، وراح نزيد شوية نتاع جبنة مبشور من فوق. وهنا عندي زوج حبات صغار نتاع الطماطم كل قطعتهم شرائح بهذا الشكل، راح نزين بيهم الكغاتان تاعي، وراح ندخله في الفرن اللي مسخنه تاع 180 درجة ونخليه لمدة 15 دقيقة غير قد ما الجبن نتاعي يدوب لي من فوق والكغاتان يكون جاهز. اذا حبيباتي ها هو الكغاتان تاعي بعد ما دخلته في الفرن خليته ما بين 10 حتى 15 دقيقة غير قد ما يدوب لي الفرماج وتتبان لي شويه الطوماطيش وتطلق داك الجو نتاعها راح تزيد بنه رائعه. الكغاتان تاعي صدقوني يجي رائع، انا ننصحكم تجربوه وراني متاكده انه راح ينال اعجابكم. فحباباتي انا راح نمر مباشره ونشوفوا طريقه تحضير كيك البرتقال نتاعنا تاع نهار اليوم. حباباتي نرحب بكم مجددا، وبلا ما نطول عليكم نمر مباشره ونحضر الكيك تاع نهار اليوم. كما قلت لكم غني بالبرتقال، فانا هنا عندي ربع حبات بيض بدرجه حراره المطبخ، راح نزيد 150 غرام سكر عادي، مبشور حبه ليمون، مبشور حبه البرتقال، ونزيد نضيف ملعقه صغيره سكر الفانيليا. فانا هنا راح نضرب مليح المكونات اللي عندي، ونضيف هنا عندي 150 ملي زيت نباتي، ونضيف 200 ملي عصير البرتقال، وبلا ما ننساو رشة الملح. فانا حبيباتي كيمشت بعد ما خلطت مليح المكونات السائله راح نضيف الفرينه وخميره الحلويات. هنا عندي 250 غرام فرينه و10 غرامات خميره الحلويات، ونبقى نخلط مليح حتى نحصلوا على قوام نتاع الكيك. حبيباتي كما شفتوا بعد ما خلطت مليح المكونات اللي عندي هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، القوام يكون خفيف ماشي ثقيل بزاف. والمول هنا اللي راه عندي انا خيرت هذا المول، نتوما ديروا اي مول متوفر عندكم، دهنته بالزبده ورشيته بالفرينه، وراح ندخل الكيك تاعي طيب في الفرن مسخنه على 180 درجه، راح نخليه ما بين 25 حتى 35 دقيقه. وفي هذا الوقت راح نحضر الكريمه نتاع البرتقال اللي راح نزين بها الكيك نتاعي تاع نهار اليوم. اذا حبيباتي راح نحتاج لكريمه البرتقال، هنا عندي 300 ملي عصير البرتقال، كما قلت لكم تقدروا ديروا العصير الجاهز. راح نزيد عليه 20 غرام سكر وبرش ليمون و 30 غرام نشا الذرة، ونخلط مليح المكونات اللي عندي، ونحط الكاسرولة تاعي فوق النار ونبقى نحرك حتى نتحصل على قوام كريمي. اذا كما راكم تشوفوا هنا الكريمة عندي عقدت، راح نضيف لها ملعقة صغيرة تاع زبدة، ونبقى نحرك حتى تذوب لي الزبدة في الكريمة تاعي، ومن بعد نفرغ الكريمة تاعي في إناء ونغطيها ونحطها في الثلاجة تبرد قبل ما نزين بها الكيك تاعي. إذا حبيباتي هي الكيكة تاعي بعد ما طابت، شوفوا كيفاش تحمرت لي. انا هنا راح نقلعها من القالب نتاعها ونزينها امامكم. فهنا بعد ما قلحت الكيكه نتاعي من القالب والكريمه هنا عندي بارده ماسكت عندي، راح نزين بها الكيكه نتاعي. انا راح نحط كميه نتاع الكريمه في الوسط بهذا الشكل، هاد الكيكه تجي في القالب العجيب اللي يجي فيه حفره في الوسط، وراح نزيد نزينها على طريقتي، طريقة خفيفة ظريفة كما دايما نقول لكم. طريقة التزيين تبقى دايما حسب الذوق واللي متوفر عندكم. فانا حبيباتي راح نكمل تزيين الكيك نتاعي ونرجعوا ونشوفوا الكيكة نتاعنا تاع نهار اليوم في شكلها النهائي.
حبيبتي هاولا الكيك نتاعي في شكله النهائي كما شفتوا حاجه خفيفه ظريفه ستكون الذوق راح يجي رائع غني بالبرتقال يجي منعش فان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. فحبيبتي وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم كما شفتوا كانوا فيه وصفتين وصفه نتاع الكغاتا بدون لحم غني بالخضر والكيك اللي كنت شاركته معكم تاني بالبرتقال فان شاء الله تجربوا الوصفات تاع نهار اليوم وتنال اعجابكم. حبيباتي تهلاو في روحكم والى اللقاء بفيديوهات اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.